يا مساء الجمال عليكم والدفى، يا رب تكون كلكم بصحة جميلة وتكونوا متدفيين في الجو الوحش ده. هحكي لكم حكاية النهاردة. حكاية ابتدت من 8 سنين إلا كام شهر بالظبط. جالنا منقذ، خلصنا من فوضى ومن حاجات كتير كانت صعبة جدا، جالنا وجاب لنا معاه أحلام وخطط وإنجازات في حاجات كتير قوي، في أمن، في صحة، في تعليم، في طرق خلصتنا من زحمة ومن مشاكل كتير. تعالوا معايا نشوف الكليب ده ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. تحية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل الإنجازات والتطور اللي هو عمله لنا، وتحية للصوت الجميل والأداء الرائع صاحبة الكليب اللي منورانا الأنسة أشرقت أحمد. ربنا يخليك، أهلا وسهلا، شرفت بوجودي معاكم. ومعانا كمان أصغر شاف تهيألي مش كده؟ عندك كام سنة؟ 7. الأنسة لارا هيثم، صح؟ طيب هنبتدي نسألكم، بس أنا حابب بقى أن أنا أرحب ببنتي الكبيرة أسماء. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك يا دادي. ما عايزين نرحب بأشراقت أحمد النهاردة على الأغنية الجميلة اللي عملتها. حابين نسمع منك تفاصيل الأغنية وإزاي جات لك الفكرة، أحكي لنا. طبعاً ما هو مش أنا اللي جات لي الفكرة، بس طبعاً المنتج وفيق الباري وكمان كذا حد، وبابا كمان هو اللي لحن وكتب وعمل كل ده،
فاتفقوا مع بعض ان هم يعملوا يجيبوا في كذا منطقه وكده بس. انا مستغرب جدا على 3 مديات دهب في الحجم الصغير ده، بس يعني مبروك. وبتلعبي سباحه صح كمان؟ وبترسمي مواهب كتير. في حاجه تاني ولا انا قلت كل حاجه؟ كل حاجه. مين اكتر حد في البيت بيشجعك على المواهب المتعدده دي؟ ماما. طيب ماما بتقول لك ايه كل يوم الصبح؟ اصحي يا لارا هتعملي ايه النهارده؟ دايما بتقول لي اللي عندنا تمرين، ودايما بتصحيني تقول لي البسي الحقيقي كلي عشان عندنا تمرين. الحقيقي كلي عشان عندنا تمرين، يعني العقل السليم في الجسم السليم، صح؟ عارفه اللي انا قلته ده؟ هو مين الشخصيه اللي معاكي دي؟ لعبتي. اسمه ايه؟ جليتر. جليتر، اهلا بيكي وبجليتر. طب اشراكة عايزين نعرف بداياتك في الغنى، من امتى بدات تغني؟ مين المفضل بالنسبه لك بتسمعي له؟ بدات اغني من وانا 8 سنين ونص. صغنونه جدا. ما شاء الله ربنا يخليك. رحت مش رحت الاوبرا، بس رحت الاول قصر التذوق. بس بابا اللي اكتشفني، وبعدين بعد قصر التذوق قدمت في ذا فويس كيدز، وبعدين رحت الاوبرا بعدها، وعملت حفلات في السعوديه وفي دبي وفي حتت كتير قوي. طب يعني لازم يا اسماء تسمعنا حاجه بقى. لازم تسمعينا حاجه فعلا. تمام ماشي يلا. طب تختاروا اغنيه ولا ايه؟ لا انت اختاري حاجه على ذوقك، حاجه اختار. انت بتحبيها. ماشي اغنيه قديمه يلا سامعين. اوعدك اوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. اوعدك دايما فاكراك، اوعدك ولا يوم انساك. اوعدك دايما فاكراك، اوعدك ولا يوم انساك. اوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك، ولا يوم انساك يا حبيبي. حيرانة وحدية غريبة في ليل البعد، حيرانة وخايفة عليك من نار البعد، وغريبة في حيرتي يا حبيبي، ولا راضية في حيرتي يا حبيبي. وبوعدك في كل مكان وفي أي زمان نفضل حبايب، واشتاق إليك وتبقى غايب وانده عليك. الله الله ما شاء الله، حلو جدا. قولي لي بقى، انت مع المواهب الكتير اللي انت بتعمليها دي، نفسك تبقي ايه لما تكبري؟ عايزه ابقى شيف ودكتور. شيف ودكتور الاثنين؟ لسه بختار يعني. لسه بتختاري، وهتختاري على اساس ايه؟ مش عارفه. عايز تبقي دكتور ايه طيب؟ كيدز. اوه دي هتنفسك. اوه طب وتبقي سوبر هيرو؟ انا سمعت ان انت عندك حاجه على السوبر هيرو صح؟ عايزه تبقي انهي كاركتر بقى في السوبر هيروز؟ مش عارفه. ننقي مع بعض. تابعونا، ويا ريت كلكم تحاولوا تخلوا اولادكم شاطرين زي الاولاد اللي معانا دول، وابعتوا لنا لو اولادكم عندهم مواهب، واستنونا بعد الفاصل، ما تروحوش في حته.